مساء الخير يا شباب، هنتكلم النهاردة عن بارت 2 من القرن التمنتاشر في جزء الهيستوري. نتكلم عن البارتس ان ذا 18th century، الأحزاب في القرن التمنتاشر، وعندنا حزبين رئيسيين هما التوريز والويجز. الويجز اللي هو الليبرال اللي هو السوشيال ديموكراسي، هما الحزب الديمقراطي حاليا، وده كانت ايه مطالبه؟ want the parliament to be stronger than the king، عايز سلطة البرلمان تبقى أقوى من سلطة الملك. هيت الكاثوليك، بيكره الكاثوليك. Sympathized with non-conformist Puritans، بيتعاطف مع non-conformist Puritans اللي هم البروتانيين أو البروتستانت الغير ملتزمين، بيتعاطف معهم. They call themselves Whigs after Scottish Puritan outlaws، يسموا نفسهم Whigs على نفس اسم الخارجين عن القانون البروتانيين البروتستانت ذو الأصول الإسكندلية اسكتلندية عفوا. زي call themselves country parts، وسموا نفسهم ايه حزب البلد. تاني حزب عندنا اسمه توريز اللي هو conservation conservative اللي هو الحزب المحافظ حاليا. want the king to be stronger than the parliament، عايزين الملك تبقى سلطته اعلى من البرلمان. ليه؟ as they believe in his divine rights، بيؤمنوا في حقوقه الالهيه لان هو اله نزل على الارض. تاني حاجة زي support the English church، بيدعموا الكنيسة وبيدعموا تقاليدها وبيدعموا rituals بتاعتها والceremonies. زي hated Puritans، بيكرهوا Puritans البروتستانت. وزي named after some Irish Catholic outlaws، وتسموا على اسم الخارجين عن القانون الكاثوليك ذو الأصول الأيرش يعني. تمام، هناخد بعد كده الريليجن في القرن الثامن عشر. هنتكلم at the beginning of the age كان ليك كان ضعيف. الريليجن كان ليك as the age of reason rather than the age of dogmatic اللي هو الابسوليوت truth، لان ده كان في بداية العصر كان متأثر بالراشوناليزم. دي هناخدها في الفلسفة، دي اللي كانت سايدة في العصور اللي قبليه اللي هو الراشوناليزم اللي هو الاعتماد على العقل. فعشان كده الدين بالنسبة له كان مش مستحب قوي يعني، لا يعقل، وفكرة الدين عموما. فعشان كده الناس المتدينة كانت قليلة، لأنه اعتمد على العقل أكتر من الدوكماتيك اللي هي الأبسوليوتوز اللي هي الحقيقة المطلقة يعني. يعني هو كان في زمان اللي هو التسليم، اللي هو التسليم ده اللي انت بيسلم عندك إيمان مسلم بيه اللي هو الدوكماتيك اللي هو الابسوليوت تروث. لكن هما بعد كده في ظهر قبليهم في العصور اللي قبليه كان في حاجه اسمها الراشوناليزم اللي هو بيعتمد على العقل واحدا او المنطق وحده في استنتاج الحقائق. فعشان كده الدين قل في ان ذا ميد اوف ذا ايج، في منتصف العصر ظهر جورج وايتفيلد وبيجان بريتشنج، ابتدى يوعظ تاني ويصحي الدين في نفوس الناس. وبعد كده عمل جون ويزلي كريت نيو ريليجن موفمنت، عمل حركه جديده دينيه اسمها ميثودست. والميثودست دي كانت حركه بيبول ساتاير هيم، سخروا منه وما قبلوهاش، عشان كده سيبريتد فروم ذا تشيرش. وحصل كمان الانتي كاثوليك كرويت اللي قولنا في عهد جورج الثالث، حصلت برضو الانتي كاثوليك كرويت اللي هي مش عايزين القانون اللي هو بيعفي الكاثوليك من ايه، من الريستريكشنز، من القيود. لا، هم حصلوا ان هم مش عايزين يتعفوا من القيود، بل عايزين يلودوا عليهم قيود تاني. في نهايه العصر حصلت حركه تانية وظهرت طائفه تانية اللي هي كلافم سكت، اللي هي طائفه كلافم دي كانت تبع مقاطعة اسمها كلافم، وهي ظهرت فيها وزي ريبيل اجينست، وعملوا تمرد على حاجتين، السليفري يعني العبودية، والكرول سبورتس الرياضات العنيفة، يعني احنا مش عايزين عنف في المجتمع. وبعد كده في نهاية العصر برضو ابتدى الدين يرجع تاني ريفايفد اجين. هنتكلم بعد كده زي ما قدامكم على الشاشة السوشيال لايف، الحياة الاجتماعية. في بداية العصر كان البوبوليشن حوالي 6.5 مليون وانتهى ب 9 مليون. الاوينج لاندز از ذا فورم اوف ويلز، كان انت تبقى معاك ارض، هو ده مظهر الثروه. واللاند اونرز واصحاب الاراضي كان ليهم نفوذ، بوليتيكال باور وانفلونس، كان ليهم نفوذ وبوليتيكال باور. تمام، وانجلاند برضو سفر فروم جين درينك اللي هو مشروب اسمه جين، كانوا في السوشيال في حياتنا كانوا بيشربوه قوي، كان شيب رخيص لو لايسنس، ما بيحتاجش تصاريح، بات ات رونز هيلث، بيفسد الصحه. عشان كده في سنه 1751 في عهد جورج الثاني تاكسس وير امبوزد، فرضوا عليه ضرائب عشان مش اي حد يشتريه، بيبقى حاجه كده يعني مش سهله متناول الايدي يعني. ما
بعد كده نتكلم عن السوشيال هيرارك. اول حاجه او اعلى طبقه هي النوبلتي جينيرتري اللي هي اللاند اونرز الاغنياء. النوبلتي يفرقوا عنهم، هما الاثنين اغنياء وكل حاجه، بس انا من اصول، انا ليا عرق واصل سامي، لكن انت واحد اغتنيت، انت شبع من بعد جوع بمعنى اصح. بعد كده ظهر الميدل كلاس اللي هما الميرشنز التجار وبروفيشنال من والرجال حرفيين، بعد عفوا رجال المهن وليس الحرفيين، رجال المهن يعني مهنة الطبيب، مهنة المهندس، مهنة أي مهن، رجال المهن والتجار هم الطبقة الوسطى. بعد كده اليومن اللي هو الطبقة الفقيرة اللي هم الصغار المهنيين. بعد كده البورز اللي هو الفقراء اللي هي الليبرز العمال، والهاند والكرافتمن الحرفيين. بعد كده زي ما قدامكم على الشاشة الأجريكالتشر الناحية الزراعية، هنتكلم عن زيش جسرو ترو تول، عفوا جسرو تول. جسرو تول ده عمل حاجتين مهمين، انفنتد السيد دريل، اخترع السيد دريل، والسيد دريل دي كانت بتعمل ايه اللي هو كنترول ريت المعدل السيد اللي انا برشه على الارض، تمام. وكان في اخرها في اتس باك اهارو، الهارو ده كان برضو بيخطي السيدز بالطينة يعني بالصويل عشان يمنع الطيور تيجي تاكلها. واخترع كمان جسرو ترول الهورس درون هو. الهورس درون هو دي آلة بتقتل ايه الكيل ويدز اللي بتقتل الأعشاب الضارة اللي ما بين السيدز ما بين البذور. تاني حاجة في الأجريكالتشر ظهرت الأيديا اوف فور كروب روتيشن. قبل كده اللاند الارض كانت بتتقسم لثلاث حتت، كان في حتتين بيتزرعوا وحته تبقى فاضيه فالو، تمام. فراحوا ايه اللي حصل، ابتدوا يزرعوا في الحته الفاضيه، هم بيقولوا بيسيبوا دي تبقى فاضيه عشان تبقى خصبه، فيرجعوا يزرعوها المره الجايه ويريحوا حته ثانيه من الارض، تمام. فهم قالوا لا احنا مش احنا هنزرع كله اللي هو، بس هنزرعه ايه على نظام الفور كروب روتيشن، تبقى ايه هنزرع مره الحته دي ويت دي بارلي شعير كلوفر برسيم او تورنيب واللي هو الفجل، يا اما نزرعه كده عشان دول ما بيمتصوش الخصوبه من الارض قوي، فعشان كده نزرعها نبقى استغلنا الارض، وفي نفس الوقت تبقى تفضل الارض محافظه على خصوبتها فنقدر نزرعها للسنين الجايه، ويبدلوا الاربع محاصيل دول مع بعض كل سنه على واحد ورا الثاني. بعد كده روبرت بيكويل كان بايونير اوف ذا ايديا اوف سيلكتيف بريدنج ان لايف ستوك، كان رائد في اللي هو التربيه المختاره او الانتقاء في التربيه في مجال الماشيه، يعني بينقي الانواع ويشوف الماشيه اللي تتربى مع بعضها واللي هتنتج احسن. بعد كده ظهرت الويف اوف انكلوجرز اللي هو حركه التجميع، اللي كانت الفالي القريه وكان كل واحد عنده ارض متقسمه على ستريبس قطع، و each farmer has some strips in each valley، في كل valley كده ليه some strips، فقالوا لا احنا نجمع كل واحد ليه شوية أراضي أو strips في منطقة واحدة. بعد كده هيجي transportation النقل، اخترعوا اللي هو turn bike road، ده إحدى أنواع الطرق أو إحدى أشكال تصميمات هندسية للطرق اسمه turn bike road وربلت، ومعاه كمان إيه turn bike التراست اللي هي الكارتات اللي على الطريق، وحطوا الكارتات على الطريق اللي هو تورن بايك رود. It was a century of network of channels of canals عفوا as James Brindley build a canal for Duke of Bridgewater. في منطقة اسمها Bridgewater كان فيها ديوك، وجيمس براندلي بناله أو عمله كانال شبكات قنوات مياه في المنطقة دي بيستخدموها للمواصلات. All this lead to the economy to grow، ده أدى كل هذه الطرق شبه الطرق دي أدت لإيه لإزدهار الاقتصاد. آخر حاجة هنتكلم عليها هي الإندستري. في الإندستري عندنا إبراهام داربي used coke instead of a core coal to melt iron ore، استخدم الكوك instead of كور كول تو ميلت ايرون اور لانصهار خام الحديد، استخدم الكوك. هنري كارت انفنت بيتر واي تو روس ايرون، اخترع طريقه جديده لتطويع الحديد. بات امبيورتيز الشوائب ستيل ريموفد باي هامرنج، لكن شوائب كانت لسه بتتشال عن طريق الطرق بالهامر.
لكن بعد كده هي invited bottling process، عملية العجن اللي من خلالها بنشيل ال impurities الشوائب. بعد كده عندك توماس سيفري made the first steam engine. بعد كده جيمس وات اللي هو وات ده طبعا واحدة قياس في الفيزيكس، فهو ده patent اللي هو حصل على براءة اختراع a more efficient steam engine، عشان كده المحرك بيتقاس بالوات، سرعتك كام وات، المحرك ده كام وات، عشان جيمس وات هو اللي patent a more efficient steam engine. اول حاجه the first industry، اول صناعه استخدمت الميكانيزم او ايز اللي هي textile industry اللي هي صناعه القماش او الانسجه او الاقمشه. ماشي، اول واحد استخدم اللي هو ريتشارد اكورد انفنتد كوتل سبينينج ويل وذ ووتر فريم، اللي هي على الشمال دي اللي انا بشاور عليها بالسهم اللي هي لونها غامق شويه، دي اللي ريتشارد اركرايت انفنتد اللي هي دي كوتون سبينينج ميل وذ ووتر، اهي الووتر اللي هو اللي على الجنب ده ووتر فريم، اطار فيه الميه بتمشي هنا الميه فيه وبتدفع العجله دي الكوتون سبينينج ميل. تاني حاجه سامويل كرومبتون invented new cotton spinning coal spinning mule اللي هي اللي على اليمين دي، تانية كانت على الشمال اللي هي بتاعت ريتشارد أكورد، دي بتاعت سامويل اللي على اليمين دي اللي هي spinning mule ودي أكثر تطورا منها. وأخيرا إدوارد كارترايت invented loom، دي اللوم اللي هي في الأخيرة دي اللي هي في آخر واحدة تحت دي، دي اللوم اللي زي ما انتوا شايفينها على الشاشة، دي اللوم دي is powered by steam engine، دي كوتون برضو spinning mill، يعني بتنسج الغسيل أو بتنسج الأقمشة بس بتتعمل بإيه، بالستيم بالبخار، واللي عمل لها invention إدوارد كارترايت. وبكده يكون القرن 18 خلص، يا رب تكونوا استفدتوا وقدرت أضيف حاجة ليكم. شكرا ليكم.